رئيس الوزراء يؤكد على المتابعة المستمرة لرئيس عبد الفتاح السيسي لتوافر الخدمات المختلفة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. وزير التعليم العالي يتابع انتظام لجان الامتحانات بالجامعات ويشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. الأمم المتحدة تطالب الأطراف الليبية بالتكاتف لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة. بانوراما النيل، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية توافر الخدمات المختلفة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وأن هناك اهتماما من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك ومتابعة مستمرة لهذا الملف الهام. جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء اليوم تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حول جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وكذلك جانب من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بالمحافظتين. بدأت اليوم امتحانات منتصف العام الدراسي الأول لطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، والبالغ عددهم أكثر من 15 مليون طالب وطالبة، تستمر حتى 11 من مارس القادم، وذلك في ظل إجراءات احترازية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا. كذلك استؤنفت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المعاهد والجامعات، حيث بدأت الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول اعتبارا من اليوم، وسط التجديد الكامل على التزام الجامعات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار بدور إدارة جامعتي القاهرة وعين شمس في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لجامعتي القاهرة وعين شمس للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وتطبيق الإجراءات الاحترازية. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار تفقد خلالها لجان الامتحانات في جامعتي عين شمس والقاهرة، حيث تابع كافة الإجراءات الاحترازية موجها بضرورة انتظام عملية التعقيم ووجود مسافة بين كل طالب وآخر. النهارده اذا كنا موجودين في عين شمس والقاهره، ولكن احنا متابعين من خلال غرفه العمليات كل الجامعات على مستوى 27 محافظه، والحقيقه من اول اجراءات الدخول على البوابات لحد اعمال الامتحانات وانتظامها، الاجراءات الاحترازيه من قبل الجامعه ومن قبل الطلاب. كما اجرى الوزير حوارا مع الطلاب للتاكد من استعدادهم لاداء الامتحانات وبدايه الفصل الدراسي الثاني. هممنا قوي ان المعادله والتحدي الخاص بالعام الدراسي يكتمل، الطالب اللي بينتقل من فصل دراسي الى اخر يكتمل، الطالب اللي بيتخرج يكون عنده الجرعه التدريبيه والعمليه والمعلومات الكافيه اللي نطمئن منها كدوله. يعني موجود جوه النهارده يعني كم جنسيه دكتور هاله؟ احنا بنتكلم على معظم الدول العربيه موجوده، عندنا 1200 طالب من الدول العربيه بيدرسوا في كليات الطب المصريه. الجامعات من جانبها شددت من إجراءاتها قبيل دخول الحرم الجامعي، وذلك من خلال ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة وتقليل الطاقة الاستيعابية. جامعة القاهرة 270 ألف طالب، فاحنا عملنا جداول تبادلية بين الكليات حتى لا تحضر كل الكليات في وقت واحد، فعملية تبادل بين الكليات على مستوى ثلث الكليات، يعني أقصى يوم في حضور لا يتجاوز تلت الكليات الموجودة في الجامعة. كل حد وهو داخل وخبرك بتقاسه درجة الحرارة، بنتأكد وخبرك ان هو معاه الماسك موجود، اللي مش موجود معاه احنا بندي الماسك عندنا من الكلية. قاعات الامتحانات زي ما حضرتك برضو شفته اتعقمت بالكامل، الطاقة الاستيعابية بتاعتها نازلة 50% عشان يكون في تباعد بين الطلاب.
وفي نهاية الجولة وجه الوزير بإدارة انتظام الامتحانات وفقا لجداول المعلنة، مشددا على تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات المصرية. إذن هي رسالة طمأنة بعث بها وزير التعليم العالي إلى أولياء الأمور، مفادها أن الإجراءات الاحترازية مطبقة على أرض الواقع للحفاظ على صحة الطلاب. من كلية طب جامعة القاهرة، أشرف مبارك، النيل. طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوباتش بضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح قد دعا رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة إلى مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيلة حكومته المؤقتة المرتقبة. تتجه الأنظار إلى الحكومة الليبية الجديدة التي من المنتظر أن تقود البلاد خلال المرحلة القادمة وصولا إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم. المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوباتش شدد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كما دعا كوباتش إلى عقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب الليبي لإجراء تصويت لمنح الثقة للحكومة، مشددا على أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية. من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح عن تطلعه إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية. وقال صالح إن مجلس النواب سيعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة المؤقتة، حيث سيقرر البرلمان خلالها ما سيراه في مصلحة البلاد. كان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة قد أعلن إرسال مقترح ومعايير اختيار حكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب. وجرى انتخاب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في وقت سابق من فبراير الجاري، وذلك في ختام ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في سويسرا. وانطلق ملتقى الحوار في تونس في نوفمبر 2020 برعاية أممية لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة. ويتطلع الليبيون إلى سلام دائم عبر حل سياسي شامل يسمح بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة مع إنهاء جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، وكذلك ضمان رحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ خالد محمود، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ خالد، بعد التحية، هل تتوقع في إطار متابعتك للشأن الليبي أن يتم إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قصير، وهل بالإمكان بالفعل أن يتم التوافق عليها من كافة فئات وأطياف الشعب الليبي؟ شكرا لحضرتك. انا بتصور انه عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء المكلف اوقع نفسه في فخ المحاصصة مبكرا، بمعنى انه يعني انخرط في لقاءات ادت الى خضوع الحكومة الى نوع من الابتزاز في محاولة للحصول على مناصب فيها وحقائق وزارية. عنده مشكلة في انه يرضي كل الاطراف، وده طبعا مستحيل، وده اللي خلاه ما قدمش قائمه الوزراء كما كان يفترض ان يتم وفقا للمهله المحدده في اتفاق جنيف اللي هي ثلاث اسابيع انتهوا دون ان يتمكن من وضع تصور كامل للحقائب الوزاريه. وفي خلافات حول الوزارات السيادية، تحديدا الدفاع والداخلية والمالية. وزي ما قلت لحضرتك، بتصور انه دبيبة اخطأ في البداية في لقاءاته مع اعضاء مجلس النواب وغيرهم، وانه ارهق نفسه كثيرا. يعني هو اتكلم عن انه تلقى حوالي 3000 سيرة ذاتية لمرشحين لمناصب وزارية، اطلع على حوالي 2300 منهم، وده طبعا عدد ضخم جدا، وبيكشف انه في تصارع وصراع ونزاع على المناصب. لكن التطور الاهم هنا اللي انا حابب الفت الانتباه اليه، لانه
صحيح لازالت حالة الارتياح الإقليمي والمحلي والدولي لتشكيل ترويكا السلطة التنفيذية الجديدة سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية، لكن بيلفت الانتباه هنا أنه لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلبت رسميا من أعضاء مجلس النواب في بيان أصدرته مساء أمس في التريث في مسألة منح الثقة لحكومة دبيبة. طيب فيما يتعلق عن منح الثقة في حكومة دبيبة، أو كما ذكرت في كلماتك منذ لحظات على أنه أوقع نفسه في فخ المحاصصة، تبسيط لهذا التعبير دللته، ما الذي تقصده بشيء محدد؟ نعلم أن إطراف أو إرضاء كل الأطراف هو ضرب من ضروب الخيال، ولكننا نتحدث عن نسبة توافق مريحة تحقق سلاما حقيقيا على أرض الواقع فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية الجديدة. أنا بتصور أنه ده راجع أولا ل يعني قلة خبرته السياسية، ما فيش رئيس حكومة مكلف في العالم كله بينتهي معاد تكليف حكومته ولا يقدم أسماء ويكتفي بتقديم تصور هيكلي كما هو أسماء، ودي كانت مسألة مثيرة للدهشة وللانتباه، وبتقول أنه الراجل بيخضع لابتزازات واضحة جدا، وده اللي عطل انه يصل الى قائمه اسماء. هو بيحاول هنا انه يرضي كل الاطراف، وفكره انه كل اقليم لازم يكون له حصه وكل مدينه وكل قبيله مساله عبثيه في دوله يعني بتعاني من فوضى عارمه بقالها 10 سنوات. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص في الشان الليبي. أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن تدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون صوب خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي إن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف مواقع مدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة. واتهم المتحدث باسم التحالف الميليشيات الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على التجمعات السكنية التي تهدد مئات المدنيين. قتل 60 مقاتلا على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية في معارك اندلعت في محافظة مأرب بشمال اليمن. وقال مصدر عسكري إن القوات الموالية للحكومة تمكنت من صد هجمات للحوثيين جنوب غرب مدينة مأرب، كما شهدت جبهة الكسارة شمال مأرب معارك عنيفة وقصفا مدفعيا متبادلا، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الحوثيين. يأتي هذا بالتزامن مع شن غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين لمنعهم من إحراز أي تقدم عسكري في عدة مناطق من المحافظة. حذر رئيس البرلمان العربي عادل العاصومي من استمرار تعنت ميليشيا الحوثيين بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة لصيانة ناقلة النفط صافر التي تقف قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة اليمنية على البحر الأحمر وتستخدم كخزان نفطي. وطلب رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الدولي العاجل والفوري لإنقاذ الوضع، خصوصا بعدما رصدت الأقمار الصناعية صورا جديدة أكدت أن الناقلة صافر بدأت بالتحرك من مكانها، ما ينذر بعواقب وخيمة تتطلب تدخلا حاسما وعاجلا قبل وقوع الكارثة. ومتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد وضاح الجليل المحلل السياسي اليمني. سيد وضاح، بعد التحية، كيف تابعت كلمات رئيس البرلمان العربي عادل العصومي فيما يتعلق باستمرار تعنت ميليشيا الحوثيين بعدم السماح للفريق التابع للأمم المتحدة لصيانة ناقلة النفط؟ نعم، في البداية تحية لك ولجميع السادة المشاهدين. بالتأكيد الوضع أصبح كارثي جدا. السفينة صافر يمكن أن تنفجر أو تغرق
أو يتسرب منها الوقود في أي لحظة. السفينة أصبحت في وضع كارثي تماما، وما بين هذا الوضع الكارثي وحدوث الكارثة الأكبر بانفجار السفينة ربما مسألة وقت بسيط جدا. المجتمع الدولي للأسف يتعاطى مع هذه المسألة بنوع من التباطؤ والإهمال. صحيح أن مجلس الأمن مؤخرا دعا أو طالب الحوثيين بالسماح بفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة وعمل الإجراءات اللازمة وحملهم المسؤولية عن حدوث الكارثة، إلا أن هذا أيضا أتى متأخرا. السفينة تعاني من هذه الكارثة منذ سنوات، والمجتمع الدولي نفسه كان يتابع المسألة بكثير من الإهمال والصمت والإجراءات البطيئة جدا. إذا كنا نتفهم أن المجتمع الدولي يرغب في إدارة الصراع في اليمن أو في غيره من دول المنطقة، إلا أننا لا نتفهم كيف يمكن أن يتم إهمال مثل هذا الأمر والسماح بحدوث مثل هذه الكارثة التي سيحل ضررها على الجميع، ليس فقط على اليمنيين بل على جميع. تداعيات وتبعات هذه الكارثة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عادل وحازم وسريع وفوري، يعني تماشيا مع كارثية الوضع هناك. نعم، هناك 8 دول مشاطئة في البحر الأحمر جميعها ستتضرر من هذه الكارثة، إضافة إلى أن البحر الأحمر نفسه طريق للملاحة العالمية وتعبر منه سفن كثيرة بشكل يومي، وهذه السفن ستسحب معها التلوث إلى بحار ومحيطات أخرى بعيدا عن المنطقة، إضافة إلى تدمير بيئة البحر الأحمر بشكل كامل. وأيضا بالنسبة لليمنيين، سيعاني اليمنيون كثيرا إذا ما حدثت هذه الكارثة، سيكون هناك انقطاع لمصدر رزق مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي تعتمد على الصيد، وأيضا سيتم عزل اليمن تماما، لأن السواحل الغربية لليمن بالكامل ستكون معزولة عن العالم، لن تقترب منها أي سفينة، بالتالي سيكون الساحل الغربي لليمن مغلقا بشكل كامل، وأيضا الساحل الجنوبي بالتأكيد سيتعرض للأضرار، لأن بقع النفط بالتأكيد ستتحرك في كل مكان. هذه ستكون كارثة عالمية وليست لا تخص اليمنيين وحدهم، ويفترض أن المجتمع الدولي يتحرك بشكل عاجل وفوري لإلزام الحوثيين بالسماح بوصول فرق لمعاينة السفينة وإجراء الصيانة اللازمة لها. وحتى هذا الأمر أصبح أيضا ربما من الصعب تنفيذه، لأن السفينة بلغت فيها الأضرار مبلغا كبيرا، بحيث أنه بحسب خبراء يؤكدون أنه إذا ما تمت محاولة إفراغ السفينة من النفط فإنها ستتعرض للتلف، وذلك أو ستتعرض للانفجار أو الانهيار، وذلك بسبب التلف الذي أصاب معظم أجزائها وأنابيبها وأيضا الخزانات الصغيرة فيها وأجهزتها بشكل كامل. أشكرك جزيل الشكر. وصلت الصورة بشكل كبير السيد وضاح الجليل المحلل السياسي اليمني. وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران لعقد جلسة مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين سياسيين. وتعد هذه الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية العراقي إلى طهران خلال شهر فبراير الجاري. كان وزير الخارجية العراقي قد التقى في طهران في 3 فبراير الجاري برئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي. وضعت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها في العراق في حالة تأهب قصوى تحسبا من هجمات انتقامية على خلفية ضربات واشنطن في سوريا. بدورها أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مناطق بمحافظة دير الزور الواقعة بالقرب من الحدود العراقية. حالة تأهب قصوى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية لقواتها في العراق تحسبا من هجمات انتقامية على خلفية ضربات واشنطن الجوية في سوريا. تقارير أفادت أن حالة التأهب قد تستمر عدة أيام، حيث تعد إجراء احترازيا روتينيا نظرا للأوضاع على الأرض. وأضافت أن الأولوية الرئيسية هي حماية قوات التحالف. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت ضربات جوية ضد ميليشيات موالية لإيران في سوريا،
ردا على هجمات صاروخية على قاعدة مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان شمالي العراق. بيان للبنتاغون أشار إلى أن الضربة الجوية الدفاعية الأمريكية تمت بدقة عالية، حيث استهدفت مواقع الفصائل المسلحة على الجانب السوري من الحدود مع العراق، حيث تسيطر جماعات مدعومة من طهران على معبر مهم للأسلحة والأفراد والبضائع، وأسفرت عن مقتل نحو 22 شخصا من الأخيرة. وفي أعقاب أول هجوم عسكري له، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن طهران من أنهم لن يفلتوا من العقاب. الخارجية السورية أدانت بشدة في بيان لها بأشد العبارات الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مناطق بمحافظة دير الزور الواقعة بالقرب من الحدود العراقية، وقالت إن الهجوم يشكل مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشرعية الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة على حد وصفها. قتل 5 مدنيين وأصيب 13 آخرون بجروح جراء انفجار لغم من مخالفات الإرهابيين بسيارة تقل عددا من الأشخاص في إحدى المناطق بريف حماه الشرقي في سوريا. كان 3 أشخاص قد قتلوا بالأمس جراء انفجار لغم أرضي من مخالفات إرهابي داعش ضمن أراضي زراعية على أطراف إحدى القرى بريف سليمة الشرقية. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19 في إطار ما اعتبرها الديمقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة جراء هذا الوباء. في خطوة اعتبرها الديمقراطيون انتصارا كبيرا لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة جراء الوباء، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19. في هذا التصويت الموافقون 219 والرافضون 212، ولقد تم تمرير مشروع القانون بدون اعتراض على أي من بنوده وطرح اقتراح لإعادة النظر على الطاولة. هذه الخطوة التي يعتبرها الكثير من الأمريكيين انتصارا عظيما لهم تأتي في الوقت الذي يواجه فيه الديمقراطيون انقسامات داخل الحزب حول مستقبل زيادة أجور العمال، إلا أنهم يتسابقون لإنهاء إجراءات تمرير حزمة الإغاثة الاقتصادية قبل 14 من مارس المقبل، وهو موعد انتهاء صلاحية أنواع معينة من مساعدات البطالة الفيدرالية. نحن متحمسون للغاية بسرعة لوضع حد لهذا الوباء ووقف المعاناة التي يشعر بها الكثيرون. لقد تأخر وقت اتخاذ إجراء حاسم. خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس بايدن هي هذا الإجراء الحاسم. خطة الإغاثة المقرر أن ترسل إلى مجلس الشيوخ الذي يطلب بدوره تعديلها قبل أن يعرضه النواب أخيرا على مكتب الرئيس الأمريكي لإقراره، تعمل من وجهة نظر الديمقراطيين على تعزيز وتوسيع استحقاقات البطالة الفيدرالية وتوفير البنود المعنية بتمويل حكومات الولايات والحكومات المحلية وتمويل توزيع اللقاحات المضادة للفيروس التاجي. من هذا المنطلق لابد لنا جميعا من تحقيق الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولارا، حتى لو لم يكن ذلك ممكنا بالنسبة للبعض فهذا أمر لا مفر منه. الخطة التي أقرها الكونغرس ضمن سلسلة من إجراءات الإغاثة منذ بداية الوباء هاجمها الجمهوريون إلى حد كبير بوصفه تشريعا متحيزا حزبيا في ظل انتعاش الاقتصاد مؤخرا، إلا أن الديمقراطيين يرون الحزمة الأخيرة من شأنها المساعدة في دعم عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية، خاصة بعد استشراء الفيروس الذي طال أكثر من 28 مليون شخص وأودى بحياة نصف مليون أمريكي. يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المكسيكي أندرياس مانويل لوبيز خلال اجتماعهما الافتراضي المقرر بعد غد الاثنين
يبحث التعاون في مجال الهجرة. كان بايدن قد أقر منذ أيام إجراءات تنفيذية جديدة تلغي القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها سلفه وأدت إلى معاناة الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد شهور طويلة من احتجازهم في المكسيك، تمكن طالبو لجوء من عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في ظل السياسات الجديدة التي أقرتها إدارة الرئيس جو بايدن. بعض المهاجرين المحتجزين الذين أضحوا رمزا لعهد ترامب وقيوده التعسفية ضد الهجرة أمضوا أكثر من عام ونصف في مخيمات بالمكسيك في انتظار المثول أمام جلسة استماع بإحدى المحاكم الأمريكية. الأشخاص الذين عبروا الحدود اليوم كانوا بمنتهى السعادة بعد أن عانوا كثيرا بسبب الظروف التي عاشوها، ولكن بمجرد عبورهم ارتسمت ملامح الراحة على وجوههم لتمكنهم من دخول الولايات المتحدة وإكمال ما تبقى من إجراءات اللجوء هناك. الإجراءات الجديدة التي أقرها بايدن ستسمح بآلاف من طالبي اللجوء المسجلين ببروتوكولات حماية اللاجئين المثير للجدل والذي وضعته الإدارة الأمريكية السابقة، ستسمح بالعبور إلى داخل الأراضي الأمريكية تدريجية أو الإقامة بها بصفة مؤقتة انتظارا لعقد جلسات الاستماع التي ستقرر قبول طلب اللجوء أو رفضه. كانت المكسيك قد وافقت خلال رئاسة ترامب تحت التهديد بفرض رسوم جمركية على إبقاء آلاف الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة على أراضيها أثناء معالجة قضاياهم. قال نائب وزير العدل الأمريكي جون كارلين إن وزارة العدل وجهت اتهامات إلى أكثر من 300 شخص من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول، مشيرا إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 280 شخصا. جدير بالذكر أن اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير الماضي قد أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، وأعلنت الشرطة المكلفة بحماية مبنى الكونغرس الأمريكي بقاء عناصرها على استعدادات ضمن تعزيزات أمنية عالية مرتبطة بتهديدات لمهاجمة المبنى خلال خطاب حالة الاتحاد. تطلق وزارة الصحة والسكان غدا الأحد الموقع الإلكتروني لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عاما فيما فوق لتلقي لقاحات فيروس كورونا. ويتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية. وأشارت وزارة الصحة إلى تخصيص 40 مركزا لتلقي المواطنين اللقاح بال27 محافظة يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا. أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية أن ما يزيد على 114 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2.5 مليون. وذكرت جامعة جونز هوبكنز أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية تخطى 29 مليون إصابة، في حين بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا أكثر من 523 ألف وفاة. هذا وقد جاءت الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي تخطت 11 مليون إصابة، في حين جاءت البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات الذي تخطى 1/4 مليون نسمة.
سجلت الإمارات 3434 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة الإماراتية بارتفاع إجمالي لعدد الإصابات ارتفع إلى نحو 389 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات إلى أكثر من 1200 حالة. وأشارت الوزارة إلى شفاء 2171 حالة وتعافيهم التام من أعراض الفيروس بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفيات. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 7975 إصابة جديدة و81 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة الإيرانية إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى نحو 60 ألف حالة. تلقت اليوم مجموعة مكونة من 300 من العاملين في المجال الطبي بكوريا الجنوبية الجرعة الأولى من لقاح شركة الأدوية الأمريكية فايزر، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق حملة التطعيم الوطني في البلاد. تزامنا أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. كما أعلن المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 89321 شخصا. وافق مستشارو اللقاحات بهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على التوصية بمنح صلاحية الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا الذي أنتجته شركة جونسون أند جونسون الأمريكية. وقد وافقت هيئة الأغذية والأدوية على إتاحة اللقاح لذوي الأعمار من 18 عاما فأكبر، ويعتبر هذا اللقاح هو الثالث الذي يتم منحه صلاحية الاستخدام في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه سيكون الأول من نوعه كونه لقاحا من جرعة واحدة ويمكن تخزينه في الثلاجات التقليدية. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. السلطات النيجيرية تعلن إطلاق سراح عدد من التلميذات اللائي اختطفن من مدرسة بشمال غرب البلاد. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع زميل محمد سليمان. إليك محمد. شكرا لك يا أمل. أهلا بكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وتتابعون فيها. وزير المالية يؤكد أهمية تحسين بيئة العمل بالمنافذ الجمركية ويكشف عن تشغيل الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة نهاية مارس. أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيط أن تحسين بيئة العمل بالمنافذ الجمركية يعد أحد مفردات المشروع القومي للتحديث وميكانة منظومة الإدارة الجمركية. ولفت معيط إلى أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة نهاية مارس المقبل، ثم ميناء توفيق وميناءي الإسماعيلية وسفاجة قبل نهاية يونيو 2021. كما أوضح الوزير أن متوسط زمن الإفراج الجمركي بميناءي دمياط والإسكندرية انخفض بعد التشغيل المركزي للخدمات اللوجستية، حيث انطلق تجريبيا نهاية شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين من خلال منظومة النافذة الواحدة بالجمارك والتي تسهم في تبسيط ميكنة الإجراءات. أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود عملية إصلاح كبرى لتأهيل البنية التحتية في البلاد. وأشارت بلومبرج أن الرئيس السيسي يستهدف كذلك إنشاء مناطق اقتصادية على امتداد قناة السويس تضم مصانع ومرافق وخدمات تصنيع تستهدف خدمة محافظات القناة ودعم الشريان الملاحي. كما أضافت بلومبرج أن مصر تتجه نحو تبني خطة تسويقية لخدمات قناة السويس التي تعمل الدولة على تطويرها خلال السنوات الماضية.
يختتم معرض ديارنا للحرف اليدوية اليوم فعالياته وسط إشادة كبيرة من قبل الزائرين بالتنظيم والمنتجات المعروضة وجودتها، حيث راعت وزارة التضامن الاجتماعي تمثيلا جغرافيا وحرفيا وتراثيا في المعرض. في ختام فعاليات معرض ديارنا، زادت نسبة إقبال المواطنين على المعرض لشراء المنتجات المختلفة والتي شهدت تخفيضات تراوحت ما بين 20% إلى 50% في اليوم الأخير. وتضمنت منتجات العارضين المشاركين السجاد اليدوي، المنتجات الجلدية، الخيامية، أعمال الخزف وغيرها من المنتجات التي تعبر عن ثقافة وتراث المحافظات المشاركة. اعتقد حتى هم عشان اخر يوم منزلين اسعار حاجات كمان، فلا حاجاتهم حلوه، وبصراحه الشغل كله هاند ميد رائع. الملاحظه الاساسيه اللي انا عايز اتكلم عليها اننا من الافضل ان يكون في سوق ثابت للمنتجات دي في شارع زي شارع المعز. الاسعار كويسه، انا جيت في اول بدء والنهارده اخر يوم، حبيت أبص بس على حاجات أكتر وأشوف إيه اللي ممكن ينفعني. داخلين على عيد الأم وعايزين هدايا، فربنا يسهل ربنا يسهل. لا الحاجة جميلة جدا جدا، كله شغل يدوي والواحد مش مصدق، يعني إنتاج نفتخر به لبلدنا. العارضون أكدوا أن إقامة هذا المعرض في ظل الظروف الراهنة يعد فرصة كبيرة للترويج لمنتجاتهم وتبادل الخبرات المختلفة بين المشاركين من جميع المحافظات. هو جديد بالنسبة لنا إن هو في منطقة تانية خالص، مختلفة عن المنطقة اللي كنا متعودين نعرض فيها مشغولاتنا، لأن كان قبل كده في جهاز هناك في مدينة نصر، دلوقتي في منطقة تانية مختلفة خالص وعليه إقبال شديد. كان منظم صحيا الصراحة، يعني كان صحيا كانت الهلال كانوا قايمين بدور رائع جدا في تأميننا صحيا من كورونا. بستفيد من الزوار على فكرة طول عمري، يعني بيدوني أفكار جديدة لشغلي، بيدوني ألوان جديدة ممكنش معمولة، مقاسات جديدة ممكن في الشغل بتاعي. كل سنة بنغير، يعني مش بننزل بنفس المنتج، لأن كده كده الزبائن بتزهق فبتحب أن هي بتشوف تغيير. وتعمل الحكومة على دعم الصناعة الحرفية الوطنية وإحياء تلك الحرف وفتح منافذ لتسويقها ومساعدة العاملين بها من الشباب على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، والتعاون مع كافة الجهات لتعزيز هذا الدور وتشجيع شباب العاملين في هذا المجال على الترويج لمنتجاتهم المتميزة من خلال المعارض التسويقية المختلفة. إذن ولمدة 13 يوما بعث خلالها معرض ديارنا رسالة مفادها أن حرفي مصر قادرون على العمل والإنتاج والإبداع، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتواصل لتشجيع الصناعة الوطنية والحفاظ على الحرف التراثية. أسمع حسن أميل. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه متفائل بأن تحقيق استقرار سعر الصرف والإصلاحات المتخذة في السودان سيؤديان إلى نمو واسع النطاق وتراجع للفقر. وقال مالباس في تصريحات لوزراء مالية مجموعة العشرين إنه يتوقع تسوية سريعة لمتأخرات البنك الدولي المستحقة على السودان، مبديا أمله في إحراز تقدم سريع في قرار بالإعفاء من الدين. وأضاف أن كل من إثيوبيا ونيجيريا استفادتا من إنهاء أنظمة سعر الصرف المزدوج باهظة التكلفة. أقر مجلس النواب الأمريكي السبت حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك في إطار ما اعتبره الديمقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة جراء الوباء. وبعد 4 أيام من تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا لل 500,000 حالة في الولايات المتحدة، سيتم حاليا رفع الخطة التي دعمها الرئيس جو بايدن إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها الأسبوع المقبل. انتهت وقفتنا الاقتصادية، وعودة إلى الزميلة أمل نعمان لاستكمال البانوراما. تفضلي أمل. أشكرك محمد.
أعلنت السلطات النيجيرية إطلاق سراح عدد من التلميذات اللائي اختطفن من مدرسة بشمال غرب البلاد. كانت إحدى عصابات الجماعات المسلحة قد قامت باختطاف 317 تلميذة من مساكن الطلبة في حادث هو الثاني من نوعه في تلك المنطقة في أقل من 3 أشهر. وقد أطلقت قوة الشرطة بالتعاون مع الجيش عملية بحث وإنقاذ مشتركة لإنقاذ التلميذات وضمان سلامة الإفراج عنهم. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. أردنيون يستخدمون لافتات دعائية مهملة لإبداع مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية. استخدم فنانون في الأردن لافتات حملات دعائية من انتخابات العام الماضي البرلمانية في الأردن لتقديم رسالتهم الخاصة للسياسيين أبدا من أن يكون مصيرها مكبات النفايات كما هو المعتاد. أعاد الفنانون استخدام اللافتات الدعائية في تقديم أعمال فنية، واستخدم الفنانون المشاركون في مهرجان إعادة التدوير الفني في العاصمة الأردنية عمان الملصقات واللافتات الدعائية المهملة لإبداع مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، وشارك في المعرض فنانون أردنيون وعالميون بهدف رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد على المتابعة المستمرة للرئيس السيسي لتوفر الخدمات المختلفة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. وزير التعليم العالي يتابع انتظام لجان الامتحانات بالجامعات ويشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. الأمم المتحدة تطالب الأطراف الليبية بالتكاتف لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة والتي أتيناكم بها من قناة النيل للأخبار من قلب القاهرة ومنها لكم كل تحية.